نعم، لا شك الحرب التي يقودها حفتر في المنطقة الشرقية والتي يهدف من ورائها إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الليبية حتى يفرض واقع معين يستطيع من خلاله أن يفرض نفسه كشخصية بارزة يمكنها أن تحكم ليبيا في المستقبل. هذه الحرب التي تكلف الكثير من الرجال، ولا شك أن الرجال يحتاجون إلى مرتبات ومصاريف وتكلف كثير من المواد والعتاد العسكري. هذه الحرب مكلفة للغاية، ولا يستطيع حفتر أن يمول هذه الحرب إلا بالبحث عن مصادر لتمويل هذه الحرب. في الحقيقة في البداية كانت الإمارات تمول هذه الحرب وتعطي حفتر ما يحتاج من الأموال ومن الدعم العسكري، لكن هذا الأمر لن يستمر إلى ما لا نهاية. الحرب الآن دخلت عامها الخامس، 4 سنوات مضت والآن عام الخامس يدخل لهذه الحرب، ولا تستطيع أي دولة مهما كانت إمكانياتها، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة هناك أخبار مؤكدة أنها تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، ربما يعني تذهب بالاقتصاد خاصة في إمارة دبي. هذا الأمر يجعل الإمارات تبحث عن موارد لتغذية هذه الحرب وتغطية تكاليف هذه الحرب. النفط الليبي يمثل يعني مصدرا بارزا لتغطية هذه التكاليف، لذلك اتجهت أنظار الإمارات العربية المتحدة صحبة حفتر إلى كيفية الاستيلاء على النفط، وهذا واضح لأن في سبتمبر 2016 عندما دخل حفتر قوات حفتر إلى الموانئ النفطية، نعلم جيدا أن قبله كان جدران حليفا لحفتر، وكان الاثنان يتكلمان بطريقة وكأنهما يعني حليفين، وقدم نعلم جيدا أن حفتر قدم الدعم والمساندة في حرب الشروق لإبراهيم جدران، قصف الطائرات حفتر مع إبراهيم جدران، فكيف انتقل الأمر من حلف إلى عداوة؟ لا شك أن السيطرة على الموانئ النفطية حتى يتم الاستيلاء على النفط الليبي كان هدف حفتر وهدف الإمارات من خلفه لتمويل كما قلت هذه الحرب والقيام بأعبائها. هذا ليس الأمر الوحيد، يعني نعلم جيدا بأن كل الأرصدة في المنطقة الشرقية، سواء كانت تلك الأرصدة التي وجدت في مصرف ليبيا المركزي، عملة صعبة، دينارات ليبيات، يعني مليارات الأموال التي كانت في مصرف ليبيا المركزي، تحدث علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وقال بأن مياه صرف الصحي قد أتلفت صحيح هذه الأموال، بينما هي في الحقيقة لم تتلف بطريقة المجاري وإنما أتلفت عن طريق صرفها في رصاص وعتاد عسكري يقتل المدنيين ويدمر البنى التحتية. قبل ذلك أيضا تم الاستيلاء على كل الودائع والأرصدة في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، أيضا ودائع العملاء في المصارف التجارية قد تم الاستيلاء عليها في المنطقة الشرقية، وهو ما جعل الأزمة الاقتصادية أزمة السيولة تظهر. طيب أيضا تم طباعة حوالي 4 مليار دينار ليبي في روسيا، وهذه الأموال تم شراء بها عملة صعبة من السوق السوداء. كل طيب هذا سيد مروان كان في سياق عن روسيا، كيف يتم تمويل هذه الحرب؟ صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية نعم. كشفت نعم. أيضا في تقرير لها أو في مقال لها أن روسيا تقوم بإنشاء قواعد عسكرية في ليبيا في المنطقة الشرقية، وخاصة أن لكن يعني الملفت في هذا المقال أن حفتر هو من يقود هذه الجهود ويسعى لتسريعها بكل ما يملك لإقامة أو تواجد عسكري روسي داخل البلاد. برأيك ما الدوافع يعني التي تدفع حفتر لفعل ذلك، أو ما الفائدة التي ستعود على حفتر من تواجد عسكري روسي في البلاد؟ طبعا الفائدة هي الدعم العسكري والدعم المادي، يعني حفتر كما قلت يحتاج إلى تمويل هذه الحرب المكلفة جدا. الآن الحرب في درنا
وتكلف حفتر الكثير. البحث عن ممولين يجعله يعرض نفسه لأي قوة أجنبية تريد أن تتدخل في ليبيا أو يكون لها تواجد في ليبيا، ومقابل هذا التواجد، مقابل هذه القواعد العسكرية التي ستنشئها روسيا، بلا شك هي ستقدم الدعم العسكري من سلاح وعتاد إلى حفتر، وربما أيضا ستقدم الدعم الاستخباراتي والدعم التقني لحفتر، وهو ما يحتاجه في هذه الحرب. لكن المشكلة في تدخل روسيا أنها أثارت الولايات المتحدة الأمريكية، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتبنى ملف الليبي بشكل مباشر. واليوم جوناثان يعني هذا ما كنت سأسألك عنه سيد مروان، هل ستسمح أمريكا يتحدث بهذا عن النفط الليبي أو التواجد الروسي داخل الأراضي الليبية؟ بدون شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك، وهذه الورقة هي التي سوف تؤثر على علاقة خليفة حفتر بالولايات المتحدة الأمريكية إذا كان هناك علاقة في السابق. كما قلت، جوناثان واينر اليوم يتكلم في تغريدة له ويقول بأن على جميع أمراء الحرب والميليشيات بما فيهم جدران وحفتر أن يتركوا النفط يتم تصديره ولا يقفوا ولا يمنعوا تصدير النفط، وهذه إشارة قوية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت باتت تنظر إلى خليفة حفتر بأنه قائد ميليشيا وأنه أمير من أمراء الحرب وليس قائد للجيش الليبي كما كان يسمى في تلك الأوساط. تدخل الروسي ربما كان يهدف من وراءه حفتر الحصول على الدعم والحصول على التمويل والحصول على تغطية التكاليف الحرب، ولكنه في نفس الوقت هو يعني خسر به الموقف الأمريكي أو التغاضي الأمريكي. لا نقول أن أمريكا كانت تدعم حفتر، ولكن كانت تتغاضي عن جرائم حفتر ولا تقوم بإيقافه. الآن بعد هذا التدخل الروسي أو محاولات روسيا تدخل في ليبيا والحصول على قواعد في ليبيا، سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حفتر مخالفا لما كان عليه في السابق. نعم. طيب سيد مروان، الآن يعني التدخلات الإقليمية ليس فقط من قبل الإمارات ومصر وأيضا الدولية من قبل فرنسا في الملف الليبي، والآن دخلت على الخط روسيا وأمريكا أيضا، إلى أي مدى ستكون أو الملف الليبي أو ليبيا ستكون رهينة للتدخلات الأجنبية من كل هذه الأطراف؟ للأسف سيدتي الكريمة، ما جرى في ليبيا عند التوقيع على اتفاق الصخيرات أحال قضية ليبيا إلى التدويل. الآن القضية الليبية مدولة والأطراف الدولية هي التي تفصل في هذه القضية. اجتماع 3+3 يوم الاثنين الماضي يعني أعطى صورة واضحة جدا على مقدار التدخل الأجنبي والتدويل للقضية الليبية. اجتماع جرى في روما لمناقشة يعني قضية ليبية ومناقشة الأزمة الليبية وحلول الأزمة الليبية، لم يحضره أي طرف ليبي، إنما حضرته يعني 10 دول، 6 منها بشكل أساسي وأربع منها بشكل مراقب، لم يكن فيها أي طرف ليبي. وهذا يعني في غاية الوضوح يعطي صورة بأن التدخل الأجنبي والتدخل الدولي في القضية الليبية هو الآن في أقصى مستوياته، في أوضح صوره، ولا يحتاج إلى دليل بعد هذا الدليل.